علينا أن نتأكد أن العمل على وقف القتال في سوريا هو في مساره الصحيح، ولذلك قمنا ما في وسعنا من مباحثات في جنيف بهدف وقف النزاع في سوريا. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и спецпредставитель генерального секретаря ООН господина де Мистура. المحادثات بين عسكريين روس وأمريكيين في شأن إعلان وقف إطلاق النار في مدينة حلب تنتهي اليوم. آمل في إعلان وقف الأعمال القتالية في مدينة حلب في شمال سوريا التي تشهد تصعيدا عسكريا متواصلا خلال الساعات القليلة المقبلة.